مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، يسعدنا اليوم على هامش منتدى أربيل السنوي الأول أن نستضيف رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف ترى الوضع السياسي في العراق؟ نعم، يعني حقيقة الأمر الوضع السياسي في العراق يعني يحمل في طياته بعض الآمال للانفتاح، ولكنه لا يخلو من التعقيد. اليوم نحن نشهد عمليات انتخابية، وهذه العمليات الانتخابية تعتبر جزء من العمل الديمقراطي، جزء من حالة الحرية التي توفرت في البلد، ولكن في بعض الأوقات وفي أمور عديدة يساء فهم عملية الانتخابات، بل تساء بعض الكتل السياسية في مسائل التعامل السياسي مع الانتخابات، التعامل السياسي مع الجمهور، أيضا التعامل السياسي فيما بينها بسبب تعقيد الموقف السياسي وكثرة المطالب ونتيجة للتراكمية الموجودة في العلاقات بين المحافظات بالذات وحتى بين الإقليم وبغداد وبين الكتل السياسية أنفسها. شهدنا أيضا تطور هو مسألة الكتل التي كانت تتكلم باللغة الطائفية والقومية، والآن تفتتت هذه. لكن دكتور عفوا، المواطن العراقي يرى أن الوضع السياسي في البلاد غير قابل للإصلاح، والدليل أنه بقاء نفس الوجوه منذ 2003 ولغاية اليوم، نفس الطبقة السياسية. هذه وجهة نظر. الإصلاح لا يتم بطريقة تغيير مباشر، يعني لا يتم التغيير إلا من خلال تغيير الآليات اللي جاءت بها العملية السياسية اللي أوجدت هؤلاء. حتى بعد 16 سنة؟ نعم، حتى لو بعد 30 سنة. يعني اليوم التغيير يجب أن يتم من نفس المواطن، نفس الإنسان اللي هو الآن إذا استطعنا أن نقول بأنه مصدر التشريع والذي يذهب للانتخابات والذي يستطيع أن يغير وعيه وإمكانياته في قبول الأصلح. يعني نحن لا نلوم الرأي العام ولا نلوم الجمهور، لأنه أيضا هو مسلوب اليد، لكن الكتل السياسية قد خانت الأمانة السياسية والوطنية بحيث أصبح المواطن مهمش، ليس هو له دور. كان يجب بالعملية الديمقراطية والكتل السياسية أن تجعل للمواطن يعني أهمية ويكون صوته مقبول من خلال وسائل معينة، من خلال مراكز معينة، مؤسسات معينة، ليكون هذا الصوت هو الصوت المؤثر، وبالتالي يستطيع المواطن أن يشعر فعلا أن صوته قد انصب في المكان الصحيح. هذا الخلل موجود، هذا خلل فني تقني سياسي، لا يمكن أن نقول نصلح ونحن لا نملك آليات الإصلاح. متفائل جدا دكتور عدنان السراج، لكن بذات الوقت المواطن العراقي يرى أن البرلمان العراقي أنهى فصله التشريعي الأول بدون تشريع أي قانون واحد، بالإضافة حكومة ناقصة بأربع وزارات. نعم، بس كلام سليم. أنا لست متفائلا، أنا حقيقة ولا متشائما، أنا رجل أنظر للواقع بشكل حقيقي، أرى المسألة صعبة تحتاج إلى جهد كبير وإمكانيات كبيرة، ولكن عندما أقول يعني نحن أمام انفتاح، يعني ليس نحن في وضع أحسن، إنما نحو الانفتاح، أي بمعنى في تطور للاتجاه نحو الإصلاح والتغيير. هذا ممكن، ماكو شيء يبقى بدون تغيير. اليوم الدستور الألماني تغير 64 مرة، الدساتير العالمية تتغير عشرات المرات، الدستور المصري والدستور التركي بل ألغي وجدد أهميته في مسائل تتعلق بإدارة الدولة والسلطة، هذا موجود. بمعنى 60 سنة تركيا تعمل من أجل تغيير نظام رئاسي برلماني، نظام برلماني دستوري إلى نظام رئاسي دستوري. يعني اليوم أنا لا أقول بهذا الشكل حتى لا يعني نعطي في الزمن طويل، لكن التجربة الديمقراطية في العراق يحتاج لها إلى تعاون حقيقي جدي من قبل الكتل السياسية لتطرح هذا البرنامج، ولكن هذا الواقع الموجود. لماذا؟ لأن السلطة تمركزت ويعني احتكرت من قبل الكتل السياسية. لدي ملاحظة على الانفتاح السياسي الذي تتحدث عنه، آخر ملف تم الكشف عنه 600 مدرسة هيكلية غير موجودة. صحيح، هذا دفعتنا الى اتجاه الفساد الذي هو احد يعني المشاكل العويصه التي ابتلي بها البلد. فساد الحكومه ليس فساد المواطن. لا طبعا، المواطن شو يريد؟ المواطن رجل يعني يريد ان يعيش، يعني مواطن كيف يمكن ان يفسد المواطن وهو من بلد يعيش براتب محدود وامكانيات محدوده؟ بالتاكيد فساد السلطه، فساد السلطه عندما احتكرت السلطه تمركز الفساد في يعني في دوائرها، في قدراتها، في هيكليتها، في إمكانيتها. دورة تحولت هذه الأمور إلى ثقافة. إحنا عندما يجي المواطن لا حول ولا قوة عندما يذهب إلى أماكن ويجد أنه لا يستطيع أن يقدم معاملة إلا أن يقدم جزء من الرشاوة حتى يمكن أن تمشي معاملة بسيطة، مثلا لحصوله على هوية أحوال مدنية أو جنسية أو جواز سفر أو ما شابه ذلك من المعاملات التي يذل بها الإنسان. هذا وارد، يعني هذا جزء من التغيير المطلوب أن تغير الكتل السياسية. أنا أقول احنا من واجبنا كنخب، من واجبنا اليوم لابد ان تكون طبقه وسطى، لابد انه ما لا نلغي كل شيء. دكتور عفوا عدنان، واذا كانت تهم
ووثائق منشورة لنواب هم أنفسهم متهمين بالفساد، كيف سيصلحون العملية السياسية؟ لا يمكن أن يصلحون هؤلاء، لا يمكن أن يصلحون العملية السياسية، وإذا لم يكن القضاء قضاء فاعلا ومهما ويحاسب هؤلاء، يعني هو المستغرب حتى في العراق هناك أمور مستغربة، يعني يخرج أحد النواب ويقول أنا سارق ونحن جميعنا سراق ولا يحاسبون القانون، وأحدهم يتهم نفسه بصفات معينة وبالتالي لا يحاسبون القانون، هو الذي يعترف رسميا هو سارق ويقول أنا سارق وأؤكد على إذن، بمعنى أن هناك نوع من التقصير في مسألة تتعلق بالقضاء بين إمارة الزورة، مع ذلك يبقى القضاء أيضا تحت هيمنة هذا. أنا في تقديري العراق فعلا إذا أردت عملية سياسية أن تصلح، يعني هم خلينا نجي على هامش الموضوع حتى ننطي النتيجة. اليوم تجد بعض الكتل السياسية التي تدعي أنها تريد أن تبني الدولة ومساعد الدولة أو تحافظ على الدولة، تملك مسلحين، تملك مجاميع مسلحة وتملك إمكانيات مادية في الأرض وتهتز الإنسان والشارع والمحل والدكان والمطعم، وبالتالي يقول أنا مع الدولة وفعلا هو في الدولة، ولكن إذا كان في الدولة يجب أن يحل مجاميع المسلحة، لأن الدولة لها جيش ولها حشد ولها بشمرقة ولها، أما إذا ما كان خارج هذه السياقات فهو ليس بدولة. ولماذا الحكومة العراقية لا تتخذ خطوات فاعلة لحل هذه الجمهور؟ غير قادر، يقول لك بكل صراحة الدولة، لأنه هذه في البداية كان سؤالك واضح أنه هاي الكتل السياسية هي التي تمركزت في السلطة وتمركزت في الحكومة وتمركزت في مجلس النواب، وبالتالي الهيمنة السياسية موجودة. التغيير إن كان حقيقي يتم مرة يجي عن طريق رئيس تنفيذي، يعني يؤمن بالعملية السياسية ويؤمن بعراق موحد ويؤمن بالمؤسسات الدولة ويؤمن بأن الجيش والشرطة حصل سلاح بيد هؤلاء، هذا يحتاج إلى قوة وجرأة بحيث يستطيع أن يغير الواقع السياسي. وبالتالي إذا احنا عدمنا المسألة بهذه الطرق، بالتالي لا يمكن أن نقول إلا هناك تدخل خارجي يأتي ليغير المعادلة السياسية، لأن المعادلة تمركز. ولكن أنا أقول حتى أنت قلت متفائلا، لست متفائلا بقدر ما أقول أنه يجب أن نتدارك الخطر الأكبر. لذلك أنا أعول على أمرين، أعول على النخب اللي هي الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى دائما تلعب دور كبير، النخب توعي الناس، توعي الجمهور، تجعل منه أداة حقيقية للانقلاب على الواقع السياسي الموجود بالطرق القانونية والدستورية وليس ما هو الخطر الذي حذرت منه؟ الخطر التدخل، يعني اليوم عندما تجد أن هناك فشل ذريع وهناك نوع من الإسقاط العام لكل السياسيين، هناك إسقاط عام عند الجمهور، عند الناس، عند الخارج، عند الدول، عند هناك إسقاط كامل، يعني جميع السياسيين هم سراق، جميعهم غير قادرين على العمل، جميعهم كذا، فبالتالي من الذي يحل المشكلة؟ بنفس المبررات اللي اعطوها لامريكا ودخلت في تغيير صدام حسين، ممكن تتدخل قوى لاسباب معينه وظروف معينه ولاسباب تكاد تكون جيوسياسيه اكثر ما هي واقع عملي على الارض، ظروفها ومصالحها تتدخل وتغير، هذا ممكن. لكن احنا خلينا نقول قبل ان يحصل هذا الشيء، قبل ما يحصل انقلاب داخلي او تنقسم البلاد الى اقسام متعدده ولا يستطيع احد ان يدفع عن الاخر الضرر وبالتالي يصبح المواطن، احنا عندما اختلفنا دخل داعش، عندما تفرقنا وانتشر الفساد استطاع داعش أن يحرر السجون ويخرج الإرهابيين ويحتل مناطق، وبالتالي أصبحنا حائرين أمام ما حصل. لكن أنا أقول اليوم من توحد الشعب، من توحدة القدرة السياسية، من توحدة القدرات انتصرنا على داعش. عندما يتوحد الناس يكتبون الدستور، يتوحدون يتفقون على الآليات، يعني هاي ما يعني حصلت عندنا بالعراق خلال 15 سنة من النوع هذا. نعم. في دكتور عدنان السراج رئيس مركز للدراسات وقريب من دائرة قبة البرلمان والحكومة العراقية، في أي سنة سيكون المواطن العراقي يعيش حياة كريمة مثيلة بدول جوار مثل قطر الإمارات؟ والله في تقديري المواطن العراقي حتى فلسطين هو طبعا المواطن العراقي وضحية للسياسات، هذا شيء مؤكد، يعني خلينا نعترف بصراحة أنه المواطن هو ضحية للسياسات، لأن ليس من المعقول العراق بمساحته 445 ألف كيلومتر مربع بثروات كبيرة هائلة بإنتاجات مهمة بوضع سياسي ووضع زراعي سياحي بنفوس يكاد يعني يكون قليل نسبة للسياحة، إذا كان 35 مليون أو 37 مليون هذا يعتبر رقم قليل قياسا الى المساحه الموجوده والثروات الموجوده. ليس من المعقول ان يكون مستوى المعيشه مثلا 1000 دولار سنويا، هذا رقم غير معقول
وإذا قسمت الثروات على المواطن فيجب أن يكون مواطن دخله السنوي على أقل تقدير 12000 دولار أقل تقدير. هذا يعني أن المواطن مغمون حقه بشكل كامل، وحتى هاي 1000 دولار قد لا تصيب يعني الطبقات، فالثلث الشعب يجوز يعاني من درجة فقر لا يستطيع أن يكون يقوت يومه. فإذا المواطن العراقي في تقديري يجب أن يبحث عن الواقع الذي من خلاله يغير، كيف لا ينساق إلى العواطف السياسية والطائفية والقومية، هذه تعرقل، وأن لا ينساق أمام الإشاعات والدعايات، عليه أن يفكر فعلا هو ابن هذا الوطن. نعم يتحمل الضيم، ولكن عليه أن يفكر ويتفق على تغيير أقل شيء الوجوه اللي ينتخبها على أقل تقدير يعني، حتى يستطيع المواطن أن يحقق إنجازات. ومع ذلك أقول لا زال العراق بخير. ليش؟ لماذا؟ لأنه لا زالت الدول لحد هذه الدقيقة تعترف به كوحدة إدارية، لحد هذه الدقيقة يعترفون به كوحدة إدارية، وهذا بحد ذاته يمنع من إنهاء الدولة كدولة. نعم. ويمنع إنهاء الشعب كشعب، وهذا بحد ذاته أنا أقول في الطريقة للتمسك بها من أجل نغير نحو الأحسن. رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم. ممنون دكتور. شكرا جزيلا.